أهلا بكم مشاهدين بعد خمس سنوات من توقيفها في تركيا ثم نقلها إلى العراق مؤخرا صدر حكم بالإعدام في حق زوجة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي الزوجة الأولى للبغدادي أسماء محمد أدينت بجريمة العمل مع داعش واحتجاز النساء الأيزيديات في منزلها أسماء كشفت عن مقابلة أو في مقابلة حصرية مع الحدث في فبراير الماضي كشفت أسرار وتفاصيل عن حياه البغداد مبينه ان زوجها اعتقل من قبل القوات الامريكيه من دون سبب في 2004 كما قالت ان البغدادي امتلك اكثر من عشرة سبايا ايزيديات تصور اسماء او تصور اسماء نفسها على انها ضحيه لتنظيم داعش وتنفي التهم التي وجهت اليها بضلوعها في الانشطه التي ارتكبها التنظيم الارهابي وبخصوص الزوجه الثالثه نور الزوبعي و ابنته أميمه وابنته أميمه البغدادي فقد كشفت المصادر عن صدور أحكام بالمؤبد بحقهما وذلك عن جريمه الانتماء لداعش وقالت المصادر إن أبناء البغدادي وهم كل من عبد الله وحسن وفاطمه ومحمد ابن ابنته أميمه تم تحويلهم إلى دار رعايه دار رعايه حكوميه لافتا إلى أنه بإمكان ذويهم التواصل مع الدار واستلامهم كونهم لا يزالون تحت السن القانونية، إلا أن ما أحد ما من أحد فعلها لحد الآن. بسبب الهوس في تلك الفترة بمسألة النساء أه، تحولت من دولة الإسلام برأي إلى دولة النساء. أه، بالنسبة لموضوع السبي، أه، كمعتقد أنا أعتقد أن هذا الأمر. فعلا هو أمر ذكر في القرآن الكريم وما أيمانكم لكن هذا الأمر في زمن من الأزمان كان أمر طبيعي ومعتاد لكن في رأيي في زمننا الحاضر هذا في هذا في القرن الواحد وعشرين أو القرن الثاني وعشرين دخلنا مسألة الرق الاستعباد أصبحت أمر غير مقبول عند أي أي بشر أمور يعني ما له داعي لهذا الشيء انه يجيب يعني عندك ثلاث أر... ثلاث مشار... زوجات يعني خلص ما حاجه لتجيب تجيب بعد وليش يعني سبايا ما سبايا يعني الحمد لله عندك نسوان عندك اولاد كان يبكي يعني كان حالة اني اول ما جن يعني اكيد سيئه كان يبكي شيء مو زين صراحه يعني شيء مو زين شيء يعني هي صار هذا الشيء عباره عن زواج صارت الدولة الإسلامية عبارة عن زواج يعني يتزوج ثلاثة أربعة بعدين يطلق واحدة يجيب الخامسة بعدين السبايا يعني شيء والله محزن يعني هن عندهن أهل عندهن أمهات عندهن أبهات يعني شيء محزن يعني مشاهدينا للحديث اكثر ينضم الينا من بغداد مدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميد اهلا وسهلا بك ماجد اذا بعد طول انتظار صدرت هذه الاحكام وبعد ايضا اللقاءات التي انفردت بها لقناتي الحدث والعربيه لنتحدث يعني بدايه عن هذه الاحكام، هل هي نهائيه وهل ستقدم طعون لمحكمه التمييز؟ نعم، تمت عملية المحاكمة إن كان لزوجة البغدادي الأولى أسماء محمد أو ابنته أميمة أو نور الزوبعي الزوجة الثالثة بناء على مواد مكافحة الإرهاب أربعة إرهاب التي أقرت من قبل البرلمان العراقي بعد الأحداث الدامية التي انطلقت في العراق بعد 2003 والعمليات الإرهابية التي تمت، عمليًا تم محاكمة زوجة البغدادي وفق هذه المادة للإنتماء للتنظيم والعمل مع التنظيم ومن ثم كانت القضية التي ذهب فيها القضاء بعيد هي موضوع سبي اليزيديات في المقابلة التي انفردت بها قناة الحدث مع زوجة البغدادي هي تحدثت عن وجود تسع سبايا ولأول مرة تكشف هذه المعلومات ومن ثم ذكرت أربع أسماء من السبايا التي كنا في المنزل مع أبو بكر البغدادي ومعها بعد ذلك انتقلت الحدث إلى لقاء حصري مع عوائل اليزيديات التي ذكرت زوجة البغدادي ومن ثم بعد هذه اللقاءات قاموا بتقديم شكاوى أمام القضاء العراقي باتهام زوجة البغدادي بأنها كان لها دور في عملية السبي وكذلك في عملية اختطاف اليزيديات وجعلهن سبايا لدى أبو بكر البغدادي وهذا ما كانت نفته زوجة البغدادي في المقابلة لكن القضاء اعتمد على شكاوى وأدلة من قبل اليزيديين ممن قدموا دعاوى في المحكمة الكرخ ومن ثم ذهب القضاء العراقي إلى أصدار حكم الإعدام بحق أسماء محمد والمؤبد بحق أميمة وكذلك المؤبد بحق نور هذه أحكام قضائية من ال... من ال... في ظل ال... التحقيقات القضائيه وفي ظل الاجراءات القانونيه من الممكن اذا كان هناك محامي لهذه العائله ان يطعن امام محكمه التمييز بالقرارات الصادره من محكمه الجنايات في الكرخ، ومن الممكن ان تثبت محكمه التمييز احكام الاعدام، ومن ثم ممكن ان تقلل هذه الاحكام بخصوص زوجه البغدادي، ومن الممكن ايضا ان ترفع حكم الاعدام بحق اميمه وكذلك تذهب الى حكم اعدام بحق اميمه وزوجه البغدادي او تبقي على حكم المؤبد الذي صدر من محكمه الكرخ لكن بحسب مصادر للحدث بانه ربما لن تذهب عائله البغدادي الى محكمه التمييز للطعن بالقرارات التي صدرت من محكمه الكرخ المختصه بقضايا الارهاب بخصوص من تبقى من عائله البغدادي ممن اعتقل مع زوجه البغدادي الاولى والثالثه وابنته هناك ولدين للبغدادي وكذلك ابنه وكذلك حفيد وهو حفيد من ابنته اميمه تم حالتهم إلى دار الرعاية الاجتماعية بعد أن تم القبض على زوجة البغدادي والتحقيق معها في الشهر الأول بحسب أيضا مصادر الحدث بأنه تم التواصل مع عدد من أقارب زوجة البغدادي وأقارب زوج أميمة الذي قتل في غارة جوية من قبل قوات التحالف الدولي لكن لم يكن هناك أي استجابة من قبل هذه العوائل لاستلام عائلة البغدادي من من الأولاد ممن يعرف في القانون بالقصر طيب ماجد يعني بحسب مصادرك هنا يعني انتهت كل شجرة العائلة كلهم موجودون في دار الرعاية وبعضهم أيضا ربما سيتم محاكمته نعم بالفعل هناك انتهت هذه الشجره بحسب المقابله التي اجريناها البغدادي تزوج اربع خمس زوجات، الزوجه الاولى اسماء الزوجه الثانيه ساجده الدليمي التي طلقها ومن ثم تزوج نور الزوبع ومن ثم تزوج من سوريا ومن ثم تزوج من شيشانيه، السوريه والشيشانيه وثلاثه من ابناء البغدادي قتلوا في الغاره التي شنتها قوات التحالف الدولي اثناء عمليه القبض عليه في الأراضي السورية عندما قام بتفجير نفسه ومن ثم انتقلت بقيت زوجة البغداد الأولى والثالثة وابنته في تركيا ومن ثم تم تسليمهم إلى الجانب العراقي وهناك عدد أيضا من أقارب أبو بكر البغدادي أيضا ما زالوا محكومين وحذيفة الابن الأكبر لأبو بكر البغدادي أيضا قام بتفجير نفسه بعملية انتحارية أثناء عمليات التحرير التي قامت بها القوات العراقية بعد ما تم بعد عمليات التحرير بعد أن سيطر تنظيم الداعش على عدد من المدن العراقيه عام 2014 طيب ماجد نعود ونذكر دائما بانه بسلسله اللقاءات التي انفردت بها سواء مع ابنه البغدادي او حتى زوجته، هل يمكن ان ترصد لنا فعليا انطباعك الشخصي ما لم تلتقطه الكاميرات وربما التقطته انت؟ نعم حقيقة زوجة البغدادي كانت تريد أن تبين بأنها لم يكن لها دور بما قام بها زوجها أبو بكر البغدادي وتحديدا أسماء أسماء تعتبر الزوجة الأولى والأقوى لدى أبو بكر البغدادي عاشت الكثير من مراحل هروب البغدادي اعتقال البغدادي على يد القوات الأمريكية عاشت عندما دخلت القوات الأمريكية إلى منزله عام 2010 وكادت أن تعتقله لكنه نجا عندما كان يحمل هوية مزورة هي أرادت أن تتحدث للعالم عبر اللقاء الحصر الذي اجريناه بانها لم تكن راضيه عن هذه الافعال وبالمناسبة أيضا أيدت بعض النصوص الدينية التي يحتكم إليها التنظيم في إجراءاته التي من خلالها تم السيطرة على الكثير من المدن العراقية عندما ذكرت عام 2014 لكن هي في الأخير قالت بأنني مهما تحدثت مهما, مهما قلت لن يصدق أحد لأنني زوجة أبو بكر البغدادي وبحد وبحد ذاته عملية التزوج من أبي بكر البغدادي والبقاء معه طوال هذه الفترة هي تهمة هي مؤمنة بها وهي كانت تعتقد بأنه سيكون هناك أحد كان مشددة باتجاهها من قبل القضاء العراقي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل تفضلت بها معنا من بغداد مدير مكتب الحدث في العراق ماجد حميد كيف كنت تنظرين إلى اليزيديات ممن كنا معك في البيت الصغيرة اللي كانت معي كانت تنام معي بالسرير أنا وبنتي فاطمة تصريح من بين تصريحات أخرى خصت بها أسماء محمد زوجة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش قناتي العربية والحدث قبل نحو أربعة أشهر أيام قليلة وجاءت قناتا العربية والحدث بسبايا أسماء محمد للشهادة فكانت هذه المشاهد لا كانت أصعب لعدة من أجد بنتي وهي في الأسر وتيتمت يعني بس لما أخذوني من أهلي. اليوم تواجه أسماء حكما بالإعدام صادرا عن محكمة جنايات الكرخ ببغداد بتهمة العمل مع تنظيم داعش الإرهابي واحتجاز النساء الأزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عناصر التنظيم في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى. أما بالنسبة لأميمه ابنه اسماء وزعيم التنظيم والتي خرجت في مقابله خاصه ايضا بقناه العربيه فقد كشفت مصادر قضائيه عراقيه لقناتي العربيه والحدث انها تلقت حكما بالسجن المؤبد الى جانب زوجه والدها نور الزوبعي. المصادر اكدت ان ابناء البغدادي وهم عبد الله وحسن وفاطمه اضافه لحفيده محمد من ابنته اميمه. تم تحويلهم لدار رعايه كونهم ما زالوا تحت السن القانونيه. المصادر نفسها قالت لقناتي العربيه والحدث ان الجهات المعنيه سمحت لاقرباء ابناء البغدادي بالتواصل معهم واستلامهم من الدار، لكن احدا لم يكترث لامرهم. زوجه البغداديه الاولى كانت احدثت ضجه بمقابلتها مع العربيه لا سيما فيما ختمت به. ما كان يهمهم غير منهم وشخصهم فقط وشهواتهم فقط رائد المصطفى الحدث مشاهدينا معنا من بغداد ايضا عضو مجلس النواب العراقي مهندس محمى علي اغا خليل اهلا وسهلا بك سيد مهندس معنا في التاسعه عشره لنبدا من تقييمكم لهذه الاحكام التي صدرت برايك هل تمثل نوع من تحقيق العداله للظلم الذي تعرضت له النساء الايزيديات من داعش وتحديدا من نساء البغدادي والبغدادي نفسه. شكرا للقناة العربيه الحدث وشكرا وسهلا بالتاكيد اليوم الخبر المفرح عندما اصدر القضاء العراقي محكمه الجنايات الكرخ حكم الاعدام بحق المجرمه اسماء محمد زوجه البغدادي اللي كان شريك وثاني شخصيه بهذا التنظيم الارهابي اللي كانت هي من قام بتعظيم وحجز والتجاره بالنساء الايزيديات واليوم نحن نطالب الحكومه العراقيه باعدام امام ذوي الضحايا سواء كان ذوي المقابر الجماعيه او ذوي السبايا او ذوي المقابر او ذوي ضحايا اهل السبايكر لأن اليوم هاي عدالة سمائية إنسانية إلهية كل الدساتير الموضعة والدساتير والقوانين والدساتير السماوية تأكد بأن اليوم الظلم والتجاوز على الحقوق والتجارب بالناس وظلم الناس يجب أن تنتهي بهذا المصير واليوم نحن نشكر الحكومه العراقيه ونشكر القضاء العراقي بهذه الخطوه ونطالب بان تكون الاجرام هذه المجرمه اعدامها قرب المقابر الجماعيه ونطالب رئيس رئيس الجمهوريه باسراع بالتصديق على اعدامها ونطالب باسراع بكل من تطاولت وتلطخت يدها هل هناك مطالب أخرى سيد, سيد, مهندس هل هناك مطالب أخرى للحكومة العراقية فيما يتعلق مثلا بتعويض الأيزيديات؟ بالتأكيد نحن نشكر القناة العربية الحدث العربية والعربية الحدث عندما بثت اعترافات هذه المجرمه اللي هي كانت الشخصيه الثانيه ارادت تهرب من مسؤوليتها وبينت الضعف البغدادي وهالة التي دارت حولها بأن كان مهتم بملذاتها وبقضايا بقضايا وكان هي تدور تدير هذا الملف بالتاكيد بعد هذه الاعترافات وبعد اصدار هذا الحكم نطالب الحكومه العراقيه ودوله رئيس الوزراء بتعويض ذوي الضحايا وأيضا فتح المقابر الجماعية والتحقيق وبحث عن المصير الايزيدي الايزيديات المختطفين والمختطفات سواء كان من الذكور او من الاناث المجهول المصير في مختلف انحاء العالم وبين مصيرهم ولذلك هذا مطالبنا ونطالب ايضا بهذه المناسبه بتعويض ذوي الضحايا وتعويض منطقة السنجار والمكون الديني اليزيدي هنالك قانون قانون ناجات اليزيديات نطالب بأن توسيع هذا القانون نعم. لأن الشمول بأكثر عدد ممكن لأن الذين تعرضوا للظلم والبطش ومتجارة نعم. سنعود بيهن. إلى سنعود إلى أزمة سنجار. على حقوق الإنسان لكن سيد مهندس هل لديكم اي معلومات بعدد الايزيديين والايزيديات الذين ما زالوا بيد داعش؟ بالتاكيد البيانات الاوليه سيدتي العزيزه 6417 من المختطفين والمختطف تم تحريرهن من قبضه الداعش عن طريق مكتب المختطفات ومن طريق الحكومه حكومه اقليم كردستان، الحكومه الاتحاديه الخيرين اكثر من 3700 مختطف ومختطفه لا زالت مصير اكثر من 2400 مجهول نطالب الحكومه العراقيه اصدرنا بيانات طلبنا رفعنا تقارير الى دوله رئيس الوزراء الى مستشاريه امن القومي الى وزاره الخارجيه هنالك مئات بل آلاف من المختطفين اليزيدين في مخيمات الهول الموجوده في سوريا وفي شمال سوريا من بين عوائل داعش وهذا اليوم الحكومه مقصره بهذا بهذا الجانب طالبنا ايضا بفتح مقابر الجماعيه ليزيدين لا زالت عدد المقابر الجماعيه لماذا لماذا ما الدافع برايك وراء تقصير الحكومه؟ عندما تتهمها بالتقصير. نعم بالتاكيد دولة الرئيس الوزراء وجهت جهد الحكومة باهتمام لكن إمكانيات الدولة العراقية اليوم بفتح المقابر الجماعية ليس بمستوى الطموح كما ينبغي هنالك وتسعين مقبرة جماعية لا زالت أكثر من ثمانين مقبرة بانتظار إلى فتح ولمعالج هذا المعاناة الإنسانية هنالك مقبرة بير علو عنتر في التلعفر لضم رفات أكثر من ألف من الرفات المكون الديني اليزيدي لا زالت معاناة ذويهم وآلهم هنالك أيضا الحفرة الخفصة اللي في جنوب محافظة نينوى لتضم رفات أكثر من 6000 من جميع مكونات ابناء محافظه نينوى نطالب الحكومه ولذلك نكون هناك تقصير من الحكومه كواجب اخلاقي كواجب دستوري كبرنامج حكومي نطالب الحكومه هنالك لكن دولة رئيس الوزراء في الحقيقه وجهت جهد الدوله باهتمام السنجاب تطبيع الاوضاع اعمار السنجاب تعويض الناس ولكن هناك الروتين وتقصير في بعض المؤسسات الدولة العراقية نتابعها ومناشدات من ذوي الضحايا ومن ذوي المقابر بالعودة من ذوي التعويض. بالعودة بالزوي. إلى أزمة نعم. سنجار يعني تحدثت أيضاً عن ذلك وتحدثت عن المطالب المرفوعة إلى الحكومة العراقية. برأيك وبحسب المساعي التي تقومون بها متى تنتهي هذه الأزمة ويعود الأيزيديون إلى ديارهم؟ قضية السنجار قضية مركبة وموروثة وتحتاج إلى تفكيكها من الجانب السياسي ومن جانب الأمني والتعويض الناس وأعمار وأعمار ومغادرة الروتين وهنالك اتفاقية موقعة بين الحكومة العراقية والحكومة تقليم كردستان بحضور أممي وبمباركة دولية ووضعت الحكومة العراقية في برنامجه الحكومي وصوتنا في البرلمان وألزمت نفسها لحد الآن هذه اتفاقية حبر على أنا أعتقد نعتقد هذه اتفاقية خارطة الطريق تعويض الناس خارطة الطريق أعمار سنجار خارطة الطريق لكن هناك إجراءات حكومية في مؤسسة الهجرة والمهجرين ووزارة الهجرة والمهجرين مقصرة وغائبة كليا عن تطبيع لا. الأوضاع وهنالك استهداف للمكون من قبل هذه الوزاره اللي احنا نطالب لدوله رئيس الوزراء عندما يغلق الملف النازحين إنها ملف الوزاره لان هذه الوزاره عديمه الجدوى في راينا انها مثقله بخزينه الدوله العراقيه وتصرف مبالغ الاموال كثيره ولا تذهب الى الى ابوابها الحقيقيه. نعم. اشكرك جزيلا الشكر كنت معنا من بغداد عضو مجلس النواب العراقي مهندس محمد علي اغا خليل.